تركيز هذا النص القديس أقوس على النفس، النفس التي تهلك الإنسان، والنفس نفسها هي التي ترفع الإنسان. كان الرب ينادي ينادينا بقوة في هذا النص، هذا الشيء شيء اليوم. الذي عليه أن يشهد لكلام الرب، لحياة الرب، لتعليم الرب، لصليب الرب. عندك طريقين، ما في ثالث، أو تذهب بذاتك بكليتك إلى الهلاك، أو تذهب بذاتك وكليتك إلى الخلاص، إلى الرب يسوع المسيح. كيف؟ ممكن أنا نفسي تمتلئ بالشهوات وتروح لطرق الخطيئة، للزنا، لعدم الشبع بالأكل، لتجميع المال وكتل، تجميع الأراضي، فكر إنه كل شيء ممتلكات هو ومال وأكل، إنه هذا كل شيء. يا نفسي كلي واشربي فأنا لك خيرات كثيرة، وجد أقوى تعالى يا نبي في هذه الليلة تقتل نفسه. أو أبتغي سلطة، أسعى لاهتا وراء سلطة، وعندما أمتلك السلطة أبطش بالناس، فلما أكون أمين للناس، أمين للناس اللي أعطوني الصوت، أمين لأفكار الناس اللي أعطيتني إياها، أمين في الخدمة في هذه السلطة. لأنه الواحد يعتمد على السلطة، النفس تتحكم تستبد، لا تدرك أن السلطة هي خدمة، وعندما لا تدرك أن النفس هذه النفس أن السلطة هي خدمة، تصبح نفس مستبدة متكبرة تقتل غيرها، وفي البداية تكون قد قتلت نفسها. النفس الشهوانية التي لا تشبع من الحسد، التي لا تشبع من الطغينة، التي لا تشبع من الحقد، التي لا تشبع من الكلام البطال المسيء، التي لا تشبع من الأفكار البطال. نحن وقت نشوف حدا غلطة صغيرة، نفسها مثل بتقوش، بلش أفكر على شو، يمكن ما يكون غلطان، يمكن بدماغنا نحن خططنا، أما نحن فلا نريد أحد أن يحاسب. نرجع لقدر الرب يسوع، ترى القدر في عين اخيك ولا ترى العمود في عينك. النفس بهالطريقه تهلك، اذا قادت الى وكثير من الشهوات الخاطئه. نفس اليوم يريد القرن ال21، يريدون مسوقين اعلانات ان تصبح أنا أملك، أنا أستهلك، إذا أنا موجود. هاي الحضارة للأسف اليوم. ييما معك سلولار جديد، أنت ما بتسوى شيء. ييما جبت تلفزيون ما بعرف شو هذا الأسامي بتطلع جديد كمان، أنت مش هيك موجود. ييما مش لابس الماركة الفلانية كمان، أنت مش موجود. يا جماعة استهلاكية. بننافس بعضنا على السيارات، على الثياب، على البيوت، على الزين. أكل، ما حدا بينافس الثاني على أفراد الحكيم، ما حدا بينافس الثاني قديش قاري كتاب مقدس، قديش عم بيعيش كلمة الله. نتنافس بتلبيس أولادنا من هن وصغار، ما بعرف من البركات، من هون من هون من هون من هون، من بيت أهل الجر. بس ما حدا بيتنافس يعلم ابنه يصرف وقت مع ابنه، البي والأم يعلم يكسب ابنه وعطيته كلمة الله، لأنه هاي ببلاش. تنخلط أولادنا بخلقيات المسيح، هاي نفس مهلكة. وأول شيء بدنا نعلم فيها لأبنا، بدنا نعلم الصبر والمسألة. وبعدين بتبقى شو بدنا نشتغل فيها. أنت أهلكته، أنت أهلكته وهو صغير. هذه نفس مهلكة يقول لك الرب يسوع واضح في كلامه في إنجيل اليوم.
إذا بدك تخلصها بدك تريد أن تهلك الشهوات، وعكس ذلك هو الشيطان. أما إذا كنت صلباً تلميذاً قنوعاً لكلمة الرب، ما بتعمل كل هالشيء، ما بيعود يعني لك اللبس، ما بيعود يعني لك خلص، أنت إنسان مقتنع ممتلئ من الداخل. الإنسان ما بيكون عينه شبعانة ببيت أهله بتشبع بعين بيت الرب. البغي خطية، شهوة المال خطية، شهوة الأموال خطية، التكبر على الناس خطية، وخطية تقتل النفس. ما تفكروا صغير، الناس بتقول صغير بسرعة، مقتنع أو أربع خطايا، غلط. وقت اللي أنت بتحرم مالك أو واحد محتاج، شو بتقتله؟ وقت اللي أنت عم تمنع محبتك وغفرانك عن شخص حدك، عم تقتله؟ ما عم تقتل نفسك قبل ما تقتله؟ وبتجي بتصلي، وإذا ما جيت صليت وقعدت ببيتك لك.